من جديد لكم التحية مشاهدينا الكرام. في رمضان بتكثر الأعمال الخيرية وبيكثر الإعلان عن التبرعات أو عن المشاركة من قبل سواء شباب أو مساجد أو أي هيئات أو مؤسسات سواء أهلية أو تابعة لجهات حكومية في العمل على جعل هذا الشهر أكثر كرما مما هو عليه بالنسبة للفقراء. ولكن فكرة العمل التطوعي فكرة أصبحت موجودة بشكل أو بآخر بصورة منتشرة في مصر عنها في السنوات السابقة، والبعض أو الكثير من هذه الجمعيات بيحاول أن يقوم بهذا العمل على مدار العام. الجامعة الأمريكية واحدة من المؤسسات الكبرى في المجتمع المصري، واحدة أيضا من المؤسسات اللي ليها دور اجتماعي كبير جدا في خدمة المجتمع في الأونة الأخيرة. هي حدثنا النهاردة عن جماعة خاصة بالعمل التطوعي وعمل الخير ليس في رمضان فقط ولكن على مدار العام كما نتمنى جميعا. ومعي على الهواء اثنين من أعضائها، هاني ويسرى. صباح الخير. صباح الخير. هاني، بداية فكرة الجمعية ولا أنت اشتركت فيها ولا أنت من مؤسسيها؟ لا، هي تأسست بقى 11 سنة من سنة 97. أنت في المدرسة تقريبا. اشتركت فيها بقى لي 3 سنين دلوقتي. هي فكرة جمعية عبارة عن شباب بيعملوا خير مع بعض، قرروا ان هم يعملوا النشاط عشان يبقى حاجة منظمة أكتر ويلموا شباب أكتر مع بعض. يسرى، ايه اللي جذبك الفكرة ديت؟ او تعرفتي عليها ازاي؟ اول حاجه اللي انا شايفاها في الفكره نفسها ان اولا ان هي الجمعيه دي بتتعامل مع ايتام، ودي احنا الجمعيه الوحيده اللي بتتعامل مع ايتام جوه الجامعه الامريكيه، فكنت حاسه ان انا نفسي اتعامل مع الاطفال وان انا احتك بيهم، وهم طبعا في كاعمار العمر هم طبعا كل واحد في صغير في كبير، فكانت فكرة حلوة. وحاجة تانية برضو ان الجمعية دي بتشتغل مع ايتام او جزء كبير منهم برضو ايتام جوه 100 عقبة، فحسيتها برضو ان هي كانت فكرة حلوة في الرابطة دي بالظبط. هاني، انتوا بتدرسوا الحالات ازاي او بتتعاملوا ازاي مع الحالات؟ هل تعاملكم كله بس مع الايتام، مع دور الايتام ولا جهات تانية؟ هو في النشاط بتاعنا منقسم لجزئين. نشاط اللي هو دور الايتام، ان احنا بنعمل ابحاث عليهم، بنشوف احتياجاتهم ايه، بننزل لهم بنساعدهم على قد ما نقدر. والجزء الثاني ان احنا بننزل لحالات كتيره في 100 عقبه وبره 100 عقبه، بنجهز عرايس ايتام، بنعمل مشاريع صغيره للناس المحتاجه. دراسه الحالات دي بتتم ازاي؟ بتعرف ازاي ان في ناس مثلا عايزه تتجوز مثلا؟ بتحصل ازاي؟ ان احنا بننزل 100 عقبه، هم الناس عارفين هناك مبدئيا. بننزل بيوت كتيرة، بنعمل ريسيرش كل فترة، وفي نفس الوقت لو حالات بتجيلنا عن طريق ناس معينة عارفين ان احنا بنجهز الحالات دي، مش اي حالة بتجيلنا بنجهزها، بس بننزل نعمل ابحاث عليهم، بنسأل جيرانهم، بنسألهم عن حالتهم الاقتصادية، مع علم ان احنا بنجهز العرايس بس. لو العريس مش هيقدر يتجوز مش حكايتكم. يطلب في كتير بيخافوا ان الموضوع ده مثلا ياخد من وقتهم، هو انا فاضي، هو انا عندي وقت انزل، خليني في الدراسه بتاعتي. هل انت الموضوع ده اثر عليكي في المذاكره او اثر عليكي في حياتك ولا فادها؟ لا خالص، بالعكس هو اضاف ليا، ان دلوقتي حتى لما الناس بتخلص جامعه وبتبتدي تتعرض لشغل وكده، اول حاجه بيسالك طب انت عملتي ايه جنب الجامعه؟ دي بتبقى حاجه سؤال بيتسال بالظبط في انترفيو. هل في نشاطات تانية؟ دي برضو بتعلم الانسان نفسه ان هي مش كل حاجة دراسة، ان في مثلا ازاي يمانج، ازاي يورجنايز حاجات كده. انت استفدت ايه من التجربة ديت؟ لا، هو حاجات كتير قوي. زي هو اول حاجة انا كنت داخل فاندريزنج ممبر او عضو لجنة التمويل. دي حاجة ادتني خبرة في التعامل مع شركات كبيرة، ازاي اخد ثقة في نفسي، ازاي اتفاوض. انت بتروح تتعامل مع الشركات دي مثلا لتبرعات او حتى لحاجات عينية؟ او تبرعات او ان هم ينزلوا معانا كرعاة في حفلات خيرية بنعملها او ايفنتس معينة. فدي فادتني كتيرة في اتعلمت ازاي اتعامل مع ناس مختلفة، سواء في الشركات دي بننزل 100 عقبة فتعودت اتعامل مع الناس المستوى اقل منهم. تعرضت لمشاكل كتيرة في الموضوع، تعرضت لمواقف كتيرة، تعلمتني ازاي افكر بسرعة لو في اي حاجة بتحصل.